السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المشاهدين، في استعراض لفيديو جديد عن مسلسل طائر الرفراف. كما رأينا في المسلسل، فالجميع يستفسر عن نهاية خالص أغا وكيف ستكون وما مصيره في قادم الحلقات. حسب تسريبات مؤكدة من القصة الرسمية للمسلسل، فخالص أغا سيموت، لكن لا يعلم أحد في أي حلقة، لكن المفاجأة هو سبب وفاته. فالكل يعلم أن خالص أغا مريض وأن أي خبر صادم سيودي بحياته. فبعد أن يكتشف بعض الحقائق عما يحدث في القصر، سواء ما قام به فريد مع سلطان وبيلين أو حتى ما يقوم به أورهان وإيفيكات، سيصدم ويتعرض لنوبة قلبية ستودي بحياته. ولعل الصدمة الأكبر ستكون ما قام به أورهان وإيفيكات، والتي يثق بها خالص أغا أكثر من الجميع. لكن من سيصدم خالص أغا بهذا الخبر؟ باحتمال كبير يوسف قد يخبر خالص أغا عما يحدث بين فريد وسلطان وخيانتهما معا. أما عن خيانة أورهان وإيفيكات، فبالتأكيد سيسمع خالص أغا ربما جدال يحدث بين فريد وأورهان، والذي علم بخيانة والده لأمه. رغم أن غولغان تعلم هذا، لكنها تلتزم الصمت منذ سنوات، فأورهان لم يحبها ليوم واحد، لأن زواجهما كان مفاجئ مثل ما حدث مع فريد وصيران. ولنفس السبب، لأن أورهان كان مثل فريد تقريبا، وكان نسونجي ويعشق السهرات. نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، انتظرونا في فيديوهات أخرى عن مسلسل طائر الرفراف. سلام.